مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح الجميل، صباح يحمل شعارات كبيرة، يحمل شعارات أصحاب السمو والشيوخ في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير، مهرجان المرموم، تحفة ميادين السباقات تحتضن هذه الشعارات وهذه الأسماء. ينطلق شوطنا العاشر بحفظ من الله وتوفيق، يحمل لنا هنا فئة الإبكار، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. مباشرة نسير إلى المركز الأول إلى أمجاد لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي وسالم بن سعيد بن عامر العمريات بعملية التضمير، بينما الشاهنية تأتي على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثالث بدور القادمة بشعار هجن الرياسة يقدمها لنا سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الرابع رابع المراكز معياد القادمة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان، ويتقدم محفوظ خميس الينيبي مقدما لنا ميعاد الواصلة، بينما شعار الرياسة يتقدم هنا بتقدم شعار هجن الرياسة، ويتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري هنا على المركز الرابع، ورجه اللي انطلقت بالمركز الرابع، بينما المركز السادس هذه القادمة هذه سلامها الواصلة بشعار هجن الرياسة يقدمها لنا راشد بن محمد بسم المنصوري، بينما المركز السابع وسابع المراكز وصلت شاهنية المركز السابع هنا في هذه اللحظات، هذه الشاهنية بشعار هجن العاصفة يقدمها قيادة الهلالية، بينما المركز الثامن وصلت مشكورة، وصل شعار هجن الرياسة يتقدم العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز التاسع هذه القادمة هذه الشكلة لهجن سيح السلم بقيادة المضمر سيف بن عتيج بن محمد العميمي، والمركز العاشر ثقة تتقدم بالثقة يتقدم شعار هجن البشاير ويقدمها بالتضمير محمود بن مسلم بن سالم اليني بهذه النتيجة، وهذا هو النداء، ولكن ميعاد تسجل هذا الميعاد مع المركز الأول وتلتقي بالصدارة بكل لهفة واشتياق، يقدم لنا ميعاد شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان، والتضمير معك يا محفوظ بن خميس الجنيبي، المركز الثاني الشاهنية من هجن العاصفة يقدمها قيادة الهلالية، انتقل إلى الشاهنية بالمركز الثالث، انتقل إلى الشاهنية وإلى شعار هجن العاصفة مع المضمر قيادة الهلالية، المركز الرابع رابع المراكز رجة القادمة بشعار هجن الرياسة يقدمها راشد بن محمد بسم المنصوري، خامسا تتسلل في هذه اللحظات تتسلل الشكلة يقدمها شعار كبير، يقدمها شعار هجن سيح السلم بقيادة المضمر سيف بن عتيج بن محمد العميمي
العالمية يأتي من خلال هذه المنافسات والتحديات الجميلة من اللي وصلت الدانة أيضا بشعار هيجنس يا حسلم يقدمها خالد بالمر بن حلوة القادم بنقلاته الجميلة وتحدياته الرائعة. ولكني أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى مقدمة الشوط، إلى ميعاد التي تسير إلى المركز الأول، ولكن غيرت الشاهنية وانطلقت بالمركز الأول من هجن العاصفة يقدمها قياث الهلالي المركز الثاني ميعاد بشعار سمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس لنيبي. ثالثا وصلت الهائلة من هجل الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. اللحظات الأخيرة الشاهنية من هجل العاصفة والهائلة قادمة من هجل الرياسة، ولكن الشاهنية والهائلة واصلة، ولكن الفوز لمن؟ الانتصار مع العاصفة وهجنها. تهانينا والناموس لهجن العاصفة والتهنية للمضمر قيات الهلالي على هذا الفوز. المركز الثاني الهائلة من هجن الرياسة. ثالثا وصلت ميعاد لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان المركز الرابع. وصلت على المركز الثالث أو المركز الرابع كانت حاضرة هي أيضا الشاهنية من هجن العاصفة، وخامسا الشاهنية من هجن العاصفة. إذن متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل نعود أيضا، والتوقيت الأفضل يتسجل مع الشاهنية 7:25 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والثانية للمضمر قيات الهلالي من تابع هذا الأداء. 7:25 وسبعة أجزاء من الثانية توقيت المركز الثاني الهائلة من هجن الرياسة. تهانينا للمجازف محمد العثيج بن زيتون المهيري المركز الثالث. 7:26 وثمانية أجزاء من الثانية وصلت فيها ميعاد بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والثانية للمضمر محفوظ بن خميس الجنيبي.